الحكومة يجب احترام الحكومات حتى يمكن لهم ان يخلقوا احكام عادلة وقانونية ولا يجب على احد ان يقطع القضاء لان القضاء على أداء مهنتهم الحرة، وبالتالي أيضا على القضاة فإنه يمس بحقوق المواطنين واستقلالية القضاء. والقاضي هو طينة الشعب وبطينة الشعب وبطينة الشعب، فلن ننسلخ يوما من مصدرنا ومن مأتانا، فنحن كما ينص عليه الدستور جميع السلطات تستمد قوتها من إرادة الشعب، ويجب احترام مبدأ حرية اختيار الشعب. فنحن مع استقلالية السلطة القضائية عن طريق تقوية الجهاز الأساسي لها والوحيد وهو المجلس الأعلى للقضاء، بجعله خالصة في دماء وعقول وأذهان القضاة الشرفاء النبلاء الذين يستحقون البقاء في هذه المهنة. لا حاجة لأن يكون هذا الواجب في خطابات غير منتهية، في أوامر غير منتهية، في اجتماعات مونولوج. لا حاجة، لأن القاضي النظيف يحمل هذا الواجب في عقوله، في ذهنه. لا حاجة ولا حاجة لأن نريد تجسيد. بالعكس، فواجب التحفظ يخرق لما نجعل القاضي ونذلله ونجعله يتكلم في كواليس المجالس والمحاكم على ما يتعرض له، نجعله يذلل ويضعف لما يذهب ليبحث عن مسكن، ليتوسل كي يطلب قرضا ليأوي لشراء مسكنا ليأوي أبنائه. فهذا خرق لواجب التحفظ. وأما الوقوف إلى جانب الشعب وإلى جانب القانون والحماية للدستور فهذا ليس خرق لواجب التحفظ، بالعكس. فلتسألوهم عن خلق الدستور وعن خلق القانون. لماذا تسألون عن مبدأ التحفظ؟ نحن أحفاد بن بولعيد وأحفاد العربي بن مهيدي ومصينيسة. والله لن نخاف إلا من الحق، والله لن نخاف من الحق. تحيا الجزائر. لناش دور إيجابي واحد في هذه النقابة، موظفة 100% لصالح الجهاز التنفيذي، والكل يعلمه، وكذلك الشعب بالنسبة للمجلس الأعلى للقضاء. من فضلكم يا أعضاء، أنا عندي سنوات لم أصوت، أصوت على بياض حتى لا أترك صوتي يضع، والله العظيم سنوات لم أصوت، أحضر وأصوت، ولكم أن تتحققون بهذا، ولكن لا أصوت على بعض لأنني لا أؤمن بمجلس على الأقل.